انت عامله في نفسك على الصبح ده خير في ايه؟ لا 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 اتفرج بقى على الشياكه. شياكه ايه؟ انا حاسس اني بكلم دريم لاند. الله يخرب بيتك. شياكه ايه؟ ادريم. اتفرج على الموديل يا ابني. موديل ايه يا ست انت؟ ايه رايك؟ ايه الزينه اللي على كتفك دي كلها؟ ايه رايك في الزينه؟ كل دي زينه على كتفك؟ انت عامله عيد ميلاد ابنك تحت باطك ولا ايه النظام؟ لازم افهم. يا ريتني ما رديت عليك. طب ايه الدخان اللي طالع معاك ده؟ تجارب. تجارب ايه؟ تجارب بعملها في المعمل بتاعي تحت. الله، عملت تجارب ايه؟ اذا كان ارشميدس عمل قانون الطفو ونيوتن عمل الجاذبيه، فانا خالد عملت قانون جديد اسمه العفيجيه. الله، ايه العفيجيه دي؟ ما تعرفيهوش؟ عمري سمعت عنه. اعرفهولك يا مدام. فضل. مش في اسئله كتيره جدا في الكون مش لاقيين لها اجابه؟ العبد لله اللي قدامك ده بيحاول يلاقي لها اجابه. على سبيل المثال وليس الحصر، تقدري تقولي لي مثلا ليه الصوت بيصوت والنور بينور؟ يعني ليه النور ما يصوتش والصوت ما ينورش؟ اسئله كتيره جدا يا هند في الكون مش لاقي لها اجابه، حاولي تجاوبيني. ليه الواحد لما بيعيا بيروح للدكتور ما بيروحش للميكانيكي؟ اسئله كتيره جدا يا هند في الكون ملهاش معنى، حاولي تجاوبيني. طب ليه الشمس بتشمس والهواء بيهوي؟ ليه الهواء ما يشمسش والشمس ما تهويش؟ اسئله كتيره جدا ملهاش اي معنى يا هند، حاولي تجاوبيني. طب ليه الواحد لما بيعطش وبيشرب بيعمل بيبي؟ ايه وجهه النظر في البيبي؟ ليه الواحد ما يشربش الاول وبعدين يعمل بيبي؟ ها، ايه وجهه النظر في البيبي؟ ردي عليا. طب ليه بنصحى بعدين ننام؟ نصحى بعدين ننام، ليه ما ننامش الاول وبعدين نصحى؟ طب ليه بناكل من بقنا؟ اشمعنى الصغره دي تحديدا اللي بناكل منها؟ ما الجسم مليان ثغرات بالهبل، جت على البق ولا كمنه في اسنان يعني؟ ها، ليه ما ناكلش من ودننا؟ طب ليه خروف يمقمق والقطه بتنونو؟ ليه القطه ما تمقمقش والخروف هو اللي ينونو؟ العيب على مين؟ العيب على الكلبه اللي واقفه تسمعك. كلبه، الكلام اللي انت قلته ده انا ما فهمتش ولا كلمه. انا بكلم كلبه؟ انا بشتم نفسي. تشتمي نفسك يعني تشتميني يا مدام؟ ليه قلت ايه؟ ما هو عشان انت حضرتك كلبه يبقى لازم ابقى كلبه عشان افهم الكلبه اللي قدامي. لا حضرتك مجنون بس. اما انت عارفه ان انا مجنون بتغلطي ليه يا هند؟ اصل قلت كلام ما فهمتوش. ايه اللي قلته مش مفهوم؟ مش عارفه بتقول النور بينور وحوشي ميه الساعه تتقطع. حوشي ميه؟ مش قلت هتتقطع؟ انا قلت حوشي ميه يا ترومبه، انا قلت الكلام ده. عرفت بقى انك مجنون؟ مجنون رسمي طبعا. طب ايه المطلوب مني يا مجنون؟ مطلوب من حضرتك حاجات كتيره قوي. زي ايه؟ بما ان حضرتك بنت عمي وبما اني ابن عمك وبما اني مش لاقي اكل وبما انك مليونيره. الله اكبر. فانت اللي هتمولي التجارب العلميه بتاعتي. مش هلون حاجه. غصب عنك انت هتمولي، وهاتي كام مليون لحسن اكسر مفوخك. كام مليون ولا جنيه واحد؟ انت جننت. طب ما انت كمان مجنونه، عمال بعترف فلوسك يمين وشمال على هبل وتفاهات. قال ايه؟ بشتري خرده، انا ملكه الخرده، بشتري انتيكه، اتنيلي عليكي وعلى الانتيكه بتاعتك. لا 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 لا، فلوسي ورث جوزي اللي اتجوزته، راجل اتجوزته قعد معايا 3 اشهر وخلص. تقولش متجوزه كارت الو؟ كارت الو؟ شويه قعد يستقبل وما يرسلش، وشويه وقطع خالص. كان نفسي اكون محمول منه واجيب حته بنت طوكيا ولا حاجه. طوكيا؟ يا نهارك اسود. انا حرف فلوسي. لا ما انتش حره هنا. ليه؟ لانك ما انتش عارفه الخطر اللي حواليكي، والتجارب اللي انا بعملها هي اللي هتحميكي من الخطر اللي حواليكي. انا اعرف احمي نفسي كويس. احمي نفسك بايه؟ ردي عليا. كل اسلحتك شويه المازات، اكسسوارات، خرده ملهاش اي قيمه. بكره فلوسك تخلص يا هند وترجع تاني تحتاج للوكيل. ها، ابن عمنا الكبير يعطف عليكي ويديكي زي زمان. كلنا كنا بنحتاج للوكيل حتى انت، بس دلوقتي هو بياخد مني وانا كمان هاخد منك. مش هديك، واعمل اللي انت عاوزه. هضربك، هكسر دماغك، هجيب عليك وقطيك يا هند. الوكيل هيحميني. كان زمان يا حبيبتي، الوكيل بتاعك ده كان يقدر يحميكي زمان. دلوقتي خلاص مديون، عنده هموم ومشاكل ومش فاضيلك. هشتري واحد اقوى منه، اخليه يضربك ويكسرك ويجيب عليك وقطيك. هدي السفاله وقله الادب لما تجيب واحد غريب عشان يضرب ابن عمك. ما دام انت قريب وعايز تضرني، اجيب واحد بالفلوس واخليه يمحيك من على الارض. اخس. امشي. اخس عليكي، اخس. قصاي. تقصاها يا ماجيك لاند، تقصاها. سجاير؟ قال يعني السجاير ايه اللي هتخليك البيت اللي موقفه جامعه الدول على رجل؟ ها؟ بطه بلدي بتولع سجاير. تشربي سجاير يا هند يا بنت عمي؟ سجاير ايه انت؟ هتوديني في داهيه؟ ده حشيش. يا نهار اسود، بتحشاش يا وليه؟ حطه على النار يبقى بودره. بتحشاش يا هند؟ بفلوسي يا كلب. طب ليه الكلب بيهوه والحمار بينهى؟ عشان انت اهبل. طب ليه لما زعب الليل وطلع الحمار العصفور صوصه؟ طب ليه لما شاف القطه وقال لها بسبس قالت له نونو؟ عشان ماما قالت له سيب القطه وخليها في حالها يا عبيط. هي دي المنطقيه اللي انا بحاول اسال. حضرتك بتطفحي ايه؟ انا اسف طبعا. خمره. صلاه النبي. نوع جديد اسمه الضحيه، تشربه وتمقمق. خمره وحشيش يا هند. الخمره والحشيش اشتغلوا. ده لو ما اشتغلوش يبقى ما عندكيش دم. عاوز اسالك سؤال. سالي يا اختي.
ليه الناس لما بتشرب حشيش ايوه ايه ده اصلا بتتخدر مش بتتصفر يا صباح الغيبوبة وليه الناس بعد ما بتتسطل ايوه بتفوق مش بتتحت ولا بالجف ولا بالوقت يا صباح اللاوعي انا عيني بتوجعني قوي سلامة عينك يا اختي ما لقيش معاك قطرة لا ولا انشف انا هروح مشوار صغير وارجع بسرعة يلا في داهية اوعى تتأخر يا نهارك يا اخويا وليا هنا تعالى ايه الاباحيه اللي انت فيها دي ايه اللي حصل يعني ايه اللي حصل لك فجاه حته من الكتف ودي كولتيه وخمره وحشيش وبتتقصعي وعادي كده إيه؟ ما كل ادوارك كانت ملمومه في التلفزيون فجرتي في المسرحيه دي خلاص محدش قدك عيب عيب يا مدام عيب عيب ده انت ابنك قدي خمرة وحشيش يا نهار اسود ومنيل طب ليه الخمرة بتسكر والحشيش بيستر وما هو الفرق ما بين السكران والمسطول نجرب ما جاتش على التجربة دي يا كيميا بتشرب ثلاث خمسات اعوذ بالله لا في فرق في فرق فعلي ما بين السكران والمسطول وبتعلي صوتك عليا يا قاسم لا والله ده اللي بقول صباح الخير صباح الخير قعد يا ولاد عمك طب هاتهم لي كده نوريهم اوريهم زي ما انت